السلام عليكم. اليوم نعود بصور رائعة بالدرون إلى مشروع نتاع خط السكك الحديدية المنجمي، والآن نسلط الأضواء على الأشغال اللي راهي جارية في الجزء الذي يقع ما بين بلدية أم العسل إلى مدينة تندوف على طول 175 كيلومتر. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع من إنجاز الوكالة الوطنية لمتابعة المشاريع في السكك الحديدية، يعني المشاريع والدراسات في السكك الحديدية لان السريف. إذا نتابع هذا الفيديو الرائع واللي يعطي فكرة عن طبيعة الأشغال وحجم الأشغال وحجم التحدي اللي راهي تقوم به السواعد وأبناء الجزائريين والإطارات والمهندسين نتاع شركة كوسيدر التي تأم هذه كل يعني شركات كثيرة تحت القيادة والتنسيق نتاع شركة كوسيدر بفضل إطاراتها. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع حول الأشغال نتاع الخط السكك الحديدية المنجمي على مستوى السيجمون، يعني الجزء الذي يقع من بلدية أم العسل إلى حدود مدينة تندوف على امتداد 175 كيلومتر. نترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.